نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الطالب حمزة عمر طيفور. اليوم بدي أشرح عن الوايد باند امبليفايرز. أنا راح أشرح عن الوايد باند امبليفايرز. فنبدأ نقول ليش نستخدم إحنا امبليفايرز. إحنا بالعالم نستخدم امبليفايرز بعد الترانسميتر وقبل الريسيفر عشان نقوي السيجنالز بعد ما نرسلها من الشانل. طبعا الوايد باند امبليفايرز هذول امبليفايرز بيشتغلوا للراديو فريكونسي، والراديو فريكونسي هي فريكونسي عالية غير اللو فريكونسي اللي كنا ندرس عليها، فبيكون الديزاين لها بيختلف عن الامبليفايرز اللي واخدينها. وبالعادة الراديو فريكونسي بيكون محدد و بيكون نارو، في بعض الأحيان بيكون وايد الباندويث بتاع الأمبليفاير بيكون وايد. مثلا عندك الكيبل تلفزيون سيستم بيجي الباندويث تبعه من 50 ميجا هرتز ل500 ميجا هرتز، فهذا الأمبليفاير في هذا السيستم تحتاج الأمبليفاير يكون الباندويث تبعه وايد. واحنا راح نحكي كيف نصمم هذا الامبليفاير. حتى نصمم وايد باند امبليفاير لازم يكون عندي مدمج معه مع الامبليفاير باند باس فلتر. بساعدني عشان ايش؟ احد الباند ويث اللي انا بدي اياه، احدده بالضبط من الرينج تبعه. طبعا انا ما بستخدم الوايد باند امبليفاير الا لما اتاكد انه السيستم تبعي بيحتاج وايد باند امبليفاير، لانه اذا استخدمت وايد باند امبليفاير وانا ما بحتاج هاي الفريكونسيز ممكن يعمل لي مشاكل زياده زي النويزز والانترفيرنس. اكثر الامبليفايرز المستخدمه في RF هي البي جي تيز، اكثر اشي مشهور كومن ايميتر بي جي تي، والبانداس فلترز كنا نستخدم ابسطهم واسهلهم اللي هم الريزونانت سيركتس. هاي الريزونانت سيركت مشبوكة ان سيريز اللي هي RLC سيركت، فيها كابستر واندكتر وريزستر. هاي الفريكونسي ريسبون تبعها اللي هو عبارة عن باند باس ليميتد فلتر. طبعا احنا بنقدر نتحكم عن طريق سي والال كابستنس والاندكتنس بتاعت السيركت، بقدر اتحكم فيها بالريزنت فريكونسي وين اسنتر الباندويث بتاعت الفلتر، وعن طريق اللود او ار بقدر احكم فيها بالويدث اللي هي عن طريق القوانين. بقدر الاقي الريزنت فريكونسي والباندويث. الباندويث هي الريزنت فريكونسي على الكواليتي فاكتور، والكواليتي فاكتور هي قانونه كل ما زدت اللود كل ما كان اللود هيفلي اكثر، كل ما قل الكواليتي فاكتور كل ما زاد الباندويث. فحسب الابلكيشن تبعي بختار اللود تبعي بزيد الباندويث او بقلله. طبعا انا كل هذا الحكي بعمله بصمم الباندويث فلتر عشان اخلي الامبليفاير تبعي الاوتبوت امبيدنس تاعت الامبليفاير تبعي تشوف مور لايك فانكشن اوف فريكونسي. فبقدر اتحكم بالفريكونسي سبون عن طريق الباند باس فلتر، يعني بعمل كابلينج للاوتبوت سيجنال اللي طالع من الامبليفاير تبعي. بس قبل ما نشبك السيركت وناخذ الامبليفاير نفسه، خلنا ايش نشوف نوع تاني للكابلينج وهو الترانسفورمر كابلينج. طبعا عندي الترانسفورمر كابلينج مستخدم بالار اف امبليفايرز اكثر بكثير من الار سي كابلينج، عشان بيستخدم
كومبوننتس اقل من ال RC كوبلينج، وبرضه عشان ممكن يعطيك جين اكثر، وايضا عشان بقدر اتحكم ب ROC عن طريق الريشيو عدد اللفات زي ما احنا شايفين هون. الريشيو عدد اللفات بين الاوتو ترانسفورمر بيأثر على ROC البر للاوتو ترانسفورمر بهاي العلاقة. كل ما زاد الريشيو بين اللفات كل ما زادت الريزيستنس وكل ما قلت الكاباسيتنس. بعد ما شرحنا طرق الكابلينج في الـ RF امبليفايرز راح نستخدمها، خلنا نشرح الكومنوميتر امبليفاير سيركت نفسها. طبعا هي معروفة، وعندك R1 R2 RE مستخدمات عشان نعمل بايسنج للامبليفاير. هذول بنقدر نجد قيمتهم حسب الـ Design Requirements. هو بيكون معطي يعني هو في السي لها رقم معين، الاي سي له رقم معين، بتخلي في اي 10% من الفي سي، والفي سي اي 50% من الفي سي سي. عن طريق بعض القوانين المعروفة بتطبقها وبتطلع ار اي ار 1 ار 2. سي 1 موجود عشان نعمل كوبلينج ونفصل ال دي سي كومبوننت عن الاي سي، وسي 2 موجود عشان نعمل دي كوبلينج ونشيل تأثير ار اي من السيركت. بعد ما شرحنا الامبليفاير نفسه والطرق الكوبلينج ممكن اعملها، هنشوف بعد ما اركب السيركت هيك اخذ الامبليفاير احط الاوتبوت تبعه الكوبلينج سيركت تبعتي ال RC كوبلينج والترانسفورمر كوبلينج كيف بصيره. هاي هم هون، هاي عندك RC كوبلينج، هاي عندك ترانسفورمر كوبلينج. زي ما احنا شايفين هون في كابستر بيعمل تونينج للباندويت، طبعا له سلبياته وايجابياته، بيقلل لي الديستورشن بس بنفس الوقت بيقلل لي الباندويت بتاعت الهاد. فاذا انا بدي وايد باند امبليفاير يستحسن اما احطه. خلينا ناخذ مثال على ارقام على RF amplifier. طبعا في مثال موجود بالكتاب عن RF amplifier، مثال example 2.1 عن RF amplifier has the circuit shown in the figure 2.6. find اول اشي operation frequency اللي هي نفسها resonant frequency والباندويت. طبعا انا لاني لما اطلع من نهاية الامبليفاير الكومن امتر امبليفاير كان قاعد بشوف هون ال سي ومن هون ار، فار ار ال سي اللي هي نفسها ريزونت سيركت فبقدر استخدم القوانين اللي شفناها على ريزونت سيركت. هاي القوانين، فاشوف ايش القيم اللي بدي اياها وايش القيم اللي عندي اياها وبعوض. over 2 باي في جذر ال L باخد L1 لان هي اللي بشوفها من الكوليكتر تبع ال BJT واللي هي عندي هون 25 مايكرو. في سي اللي هي برن مع هذا الامبليفاير مع هذا ال الاندكتر هو قيمته 50 بيكو. بعوضه مع الكالكوليتر بيطلع معي resonant frequency أو operating frequency تساوي أربعة ونص
ميجا هرتز. الآن بدي أشوف الباندويث. الباندويث هي قانونها. طبعا إذا معطيني إياها جاهزة فبعوض هون وخلاص. إذا بدي أني ألاقيها بدي أشوف الآر بارل معهم أو إن سيريز معهم، أطلع كيو بعدين أعوض. هون أظن إنه معطيني إياها جاهزة، هي معطيني إياها 15 للهاد. طبعا إذا مش معطيني إياها بقدر بسهولة أطلعها هي، بس بدي أشوف الريزستر اللي شايفه أنا من هون. طبعا أظن هاي بتنضرب ب 16. صفي هيك أنا برر مع الاندكتر والكابستر زي ما شفنا هون، لما الريشيو كان 4:1 ف 4:1 16 في الأربعة. عوض بس يكون operating frequency على equality factor 5 100 طبعا على 15، واللي بتطلع عندي 300 كيلو هرتز. طيب ايش معنى الكلام اللي طلعناه هون؟ طلعنا اوبريتنج فريكونسي للستيج الواحدة والباندويت للامبليفير الواحد للستيج الواحدة. فخلنا نشوف على الرسمة شو يعني هالكلام. هي محكي لك الرسمة السوداء، الخط الابيض الاسود هو اللي بيمثل لك الاندفجوال ستيج. نشوف الباند الاوبريتنج فريكونسي تبعها، نعتبر هي اف بالهيرت مش بالاوميجا. فانا نحن 4.5 ميجا هرتز، و باندويث الاصل يكون زي هيك 300 كي هرتز. يعني هون ميجا طبعا، هون الماكسيمم أربعة فاصلة خمسة وستين ماينس 4.35 اللي هي 0.3 اللي هي 300 كي هرتز. طيب والأوبريتنج فريكونسي هي 4.5 على أساس. طيب ليش الأوفر أول ريسبون بصير زي هيك؟ يعني الباندويت تبعه بتضيق أكثر، لأنه لما نمسك الستيج الواحدة ونحط الأمبليفير فوق أمبليفير فوق أمبليفير بيجي عندك الانبوت كابلينج عند الاوتبوت كابلينج، فبزيد الرياكتنس، فبيضل يتغير كل ما زيد الستيج بيضل يزيد الرياكتنس الكاباسيتنس، فبتغير بالكيرف لانك انت عم تزيد بالكاباسيتنس حتى ما بتصير قد الستيج الوحده. كل ما تزيد كل ما الكيرف بدي اكثر. طبعا كله كان اذا كان كل الستيجز كانوا فوق بعض، يعني هذا فوق هذا، هاي ستيج هاي ستيج، يعني كلهم الاوبريتنج فريكونسي واحدة. اذا كانوا كلهم هيك بضل يزيد 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 حتى الاوفر اول يصير هون. طيب انا من منطلق فكرة اني بقدر اعمل ترانسفورمر كابلينج للانبوت كمان واعمل له فريكونسي ابريشن غير الاوتبوت كابلينج، بقدر لما احط ستيج فوق ستيج يطلع عندي وايد باند امبليفاير ويكون هيك شكله. طبعا هم نشوف انا شلت الكابستر كان يعمل تونينج لانه بيصغر لي الباند فبشيله، وبرضه بضيف هون ترانسفورمر كابلينج. فانا لو اجيت عملت اكثر من ستيج للامبليفاير هاند مثلا من هون كوبي بيست
شبك ستيج مع ستيج ثاني. شوف انا لما حكينا صممت هذا الترانسفورمر يكون عنده فريكونسي اوبريشن غير هذا، فلما اشبكهم ورا بعض بصير عندي المجموع تبعهم يعني زي هيك بتطلع الاوتبوت سيجنال. هاي مثلا الانبوت ترانسفورمر كابلنج وهاي الاوتبوت ترانسفورمر كابلنج. لما احط ستيج فور ستيج هيك راح يطلع عندي، راح يطلع عندي وايد باند امبليفاير. في الاوفر اول ريسبونس بيطلع عندك وايد باند امبليفاير، والجين تبعه تقريبا بيطلع فلات، بس بالعاده بيكون عندنا تشالنج انه عند اللور اند بيكون الباندويث تبعه بتكون الجيم فيه اعلى من الهاير اند، لانه كل ما زيد الفريكونسي بيقل الجين. من الطرق اللي نتغلب فيها على هاي المشكلة هي النيجاتيف فيدباك او هاي باس فلتر. ويسلموا ايديك.